يوم ميلاد الذات اليمنية الجمهورية ويوم الانتصار على التخلف والرجعية، دورة خالدة أخرجت اليمن من الهزل وظلام الأئمة إلى التحديث والاتصال بالعالم. دورة 26 من سبتمبر، العبور التاريخي لليمنيين بعد كفاح ونضال تراكمي. من نضال الأحرار في الثورة الدستورية إلى ترسيخ النظام الجمهوري وفق دولة عصرية وعقد اجتماعي حديث. عهد جديد لليمنيين طوى السجلات السوداء من الاستبداد والتوريث وقتل الناس جوعا وجهلا ومهانة. باب واسع للحرية والكرامة بعد عقود من البؤس والموت وغياب اليمن دولة وهوية وشعبا. المملكة المتوكلية، نظام قائم على توريث الحكم وتوزيع السلطة والثروة وفق السلالة والولاية وحكم البطنين. تأسست المملكة بعد خروج العثمانيين من اليمن لينصب يحيى حميد الدين المتوكل نفسه إماما على اليمنيين بعد الصلح الشهير الذي عرف بصلح دعان عام 1911. تعاقب على هذا النظام ثلاث أئمة: الإمام يحيى حميد الدين، والإمام أحمد بن يحيى، وأخيرا الإمام محمد البدر. كانت مساحة سلطتها المضطربة قد شملت من أقصى الشمال في صعدة حتى أطراف مدينة تعز. بعد أن سلم الأئمة الجزء الجنوبي للمستعمرين القادمين من بلاد ما وراء البحار وترسخ بعدها نظام الشطرين في البلد الواحد. أحكم الأئمة سيطرتهم بالحديد والنار وبسلطة دينية مطلقة لإخضاع الشعب، ورسخوا نظام الطبقية الاجتماعية. أخضعوا القبائل ونكلوا من حاول أن يعترض، وأطبقوا العزلة على اليمنيين لإرغامهم على القبول بالعيش كرعايا لا كشعب حر. في السنوات الأولى لحكم الأئمة سعى يحيى حميد الدين إلى توسيع سلطته وإحياء الدولة القاسمية على سلف أجداده، بيد أنه أغرق قواته المشكلة من القبائل في صراعات مع المستعمر البريطاني وانتفاضات اندلعت في الحديدة والمناطق الوسطى. حاول بناء مؤسسة عسكرية في الثلاثينيات في مسعى لإحكام السيطرة، وأرسل ضباطا للدراسة في الخارج. إحساس الطلاب المبتعثين للخارج بالفجوة بين اليمن ومحيطه كان البذرة الأولى للوعي الوطني والبدء بمطالب الإصلاح. بلغ المسار ذروته بعد تأسيس حزب الأحرار اليمنيين في يونيو عام 1944 بقيادة أحمد محمد النعمان ومحمد محمود الزبيري، والبدء بتأسيس منابر إعلامية في عدن أبرزها صحيفة صوت اليمن. دعا الحزب لإقامة نظام دستوري للبلاد بعد انتخاب عبد الله الوزير قائدا دستوريا. تحولت الدعوة إلى واقع عقب مقتل الإمام يحيى ببندقية الثائر علي بن ناصر القردعي في كمين نصب في منطقة حزيز جنوبية صنعاء. نتيجة ضعف شخصية عبد الله الوزير وغياب الخطة المحكمة لدى الأحرار لم تدم الثورة، و
وجاء الانتقام من الإمام أحمد الذي حشد القبائل، وبمساعدة السعودية استطاع إجهاض الثورة الوليدة وإعدام العديد من الثوار أبرزهم عبدالله الوزير وعلي بن ناصر القردعي. لم تخب جدوى الثورة طويلا، ففي العام 1955 قاد العقيد الثائر أحمد الثلاية الذي كان قائدا للجيش انتفاضة للإطاحة بالإمام أحمد. أوصر قصر الإمام أحمد في تعز لعشرة أيام، لكنها لم تنجح بعد احتدام الخلاف حول إسقاط المملكة أو تعيين شقيقه. لم تستمر الانتفاضة سوى أيام حتى أحكم الإمام أحمد سيطرته جراء الخيانات، وأعدم الثلاية والعديد من رفاقه في ميدان الشهداء بتعز. الإخفاقات لم تثر الضباط الأحرار عن النضال الوطني. في السادس من مارس من العام 1961 حاول 3 ضباط من الجيش قتل الإمام أحمد في مستشفى بمحافظة الحديدة. كان الضباط هم محمد عبدالله العلفي وعبدالله اللقية ومحسن الهندوانة. استطاع الإمام أحمد النجاة من الموت، لكنه لم ينجو من الرصاصات التي اخترقت جسده. توفي الإمام أحمد في 19 من سبتمبر من العام 1962. وحينها بدأ تنظيم الأحرار بقيادة السلال وعلي عبد المغني وجزيلان وآخرين بالتحرك، وأعلنوا حالة التأهب القصوى وتحديد ساعة الصفر. بدأ الثوار بقصف قصر البشائر حيث يقيم الإمام البدر الذي تم تنصيبه إماما بعد أبيه. في صباح 26 من سبتمبر تم تأمين كل المناطق في صنعاء، وأذيع عبر أثير إذاعة صنعاء بيان الثورة الشهير، وتم استبدال عبارة جلالة أمير المؤمنين بجلالة الشعب في صحيفة الإيمان، والتي أصبح اسمها صحيفة الثورة.